بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أداة حصر، والمعنى أن العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. السؤال هو أنه لماذا نجد بعض الناس وهم يعلمون وقد تكون معلوماتهم كثيرة، ولكن في الوقت نفسه هم من المنافقين أو من الذين لا يخشون الله سبحانه وتعالى؟ كما في الحديث المروي عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام اللي يروي عن جده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أكو واحد يجي يسأل الإمام الصادق أن عوام اليهود الله سبحانه وتعالى ذمهم في القرآن، شنو الفرق بين عوام اليهود وعوام المسلمين؟ عوام اليهود يتبعون علماءهم، عوام المسلمين أيضا يتبعون علماءهم، شنو الفرق؟ الإمام عليه السلام قال الفرق هو أن عوام اليهود يعلمون بعدم تورع علمائهم، يعلمون بأنهم يأكلون المال الحرام، يعلمون بأنهم يرتكبون الفواحش، يعلمون أنهم ناس مصلحتية حسب تعبيرنا، مع ذلك يتبعونهم. وعوامنا إذا علموا من علمائهم ذلك، يعني شافوا فد عالم هذا غير متورع يأكل السحت يعني المال الحرام ويرتكب الفواحش، إذا اتبعوه ذولا مثل عوام اليهود، ماكو فرق. وإنما عوامنا معذورون، بل مأمورون باتباع العلماء، مأمورون باتباع العلماء الأتقياء. وفي هذا الحديث: وأما من كان من الفقهاء، هاي الكلمة المعروفة هي ضمن هذا الحديث الطويل، كم صفحة هو هذا الحديث؟ وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه. والبقية الحديث: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذا نص كلام الإمام. العالم اللي صائن لنفسه يعني يحفظ نفسه، الصيانة بمعنى الحفظ، أنت جهاز تستعمل عليه الصيانة، يعني شنو؟ يعني تحفظه، يصون نفسه، يحفظ نفسه. أما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه، يحفظ الدين يعني نفسه يربيها يزكيها، في العمل يحفظ الدين، عمله غير مخالف، لأنه أكو أمور نفسية وأكو أمور
عملية. يمكن واحد يصلي لكن هو حسود، هذا الحسد مربوط بالقلب، الصلاة مربوط بالعمل. صائن لنفسه يعني مهذب نفسه، مربيها، حافظا لدينه، عملا لا يخالف الدين، مخالفا على هواه، هوى النفس. كل الإنسان عنده هوى، بس الفرق أن المتقي يأطر هواه بإطار الشرع. كل إنسان عنده شهوة، لكن المتقي يخلي هذه الشهوة في إطار الشرع. كل واحد يشتهي أكل الطعام اللذيذ، بس المتقي يأكل الطعام اللذيذ الحلال مو الحرام. كل واحد عنده شهوة جنسية، بس المتقي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، يعني يطيع أوامر الأئمة، مو بكيفه يتصرف. إذا شاف أن الحديث قال هذا حرام والحديث معتبر ويفتي على طبقه، هو هم يلتزم، مو أنه الأمر بكيفه مثل ما يقولون العامة الاستحسان. إش ما عجبك هو حكم الله سبحانه وتعالى، ما عندنا إش ما عجبك، إش ما قال الشرع، عجبك لو ما عجبك. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم. وأما إذا كان واحد من الشيعة دارس شم كلمة ولكن أسلوبه مثل أسلوب فقهاء العامة اللي هم عادة وعاد سلاطين، يقبضون أموال من الحكام ويوجهون أعمال الحكام. الآن العامة هالشكل، احنا عندنا في الشيعة الحوزة العلمية مستقلة. ليش؟ لأنه فلوسها فلوس مستقل. هذه الأخماس التي تعطى بشواية العامة ضد هذه الأخماس. ليش؟ لأن هاي الأخماس مسببة أن الحوزة الشيعية تكون مستقلة. واحد عامل من العمال البسطاء يروح يشتغل، يصير له أرباح، كم فلس من هذه الأرباح؟ 20%. إذا زادت عن مؤونة السنة يجي يدفعها إلى العالم، لأنه هذه وظيفة شرعية. وكثير من الأحيان في خوف من السلطات يجي يدفعها خفية. فالنتيجة أن الحوزة مستقلة، والكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية والكرامة السياسية. احتج إلى من شئت تكن أسيرة. إذا أنت تقبض فلوس من الحكومة تكون عبد للحكومة، ولا يهددوك أنه باكر نقطع راتبك. زين، فذولاك لأنه يقبضون أموال من الحكام، زين، لذلك ويا هوى الحكام. يقول واحد من السلاطين بن العباس كان دا يلعب بالحمام، فإجا واحد من ذول فقهاء العامة وكان في حالة اللعب بالحمام، فعندما إجا شافه دا يلعب بالحمام قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال لا سبق إلا بخف أو حافر أو جناح. الخوف يعني البعير، الحافر يعني الحصان الفرس، لأنه البعير قدمه يسمى خف، والحصان قدمه يسمى الحافر أو جناح. زين، السلطان العباسي هم هواية كيف وطال فلوس جائزة، عندما دار وجهه دا يروح قال أشهد أن قفا هذا قفا كذاب، لأنه بالحديث ماكو أو جناح، بس لما شافني أنا دا ألعب بالحمام أضاف أو جناح حتى يرضيني، يعني يكذب على الرسول صلى الله عليه وآله حتى أنه يقبض فلوس من الحاكم. فإذن إنما يخشى الله من عباده العلماء، المراد العلماء الحقيقيون. وإلا إذا واحد عنده معلومات وهو ليس بمتقي، هذا مو عالم، هذا جامع معلومات، هذا مثل كمبيوتر. كمبيوتر المعلومات اللي بيه أكثر من مخ أي واحد عبقري، زين، بس الكمبيوتر عالم مو عالم، وإنما معلومات مخزنة في حافظته. إذا واحد ما كان متقي
هذا الشخص ليس بعالم، هذا جامع معلومات، لأن العلم هو الذي يسوق الإنسان إلى العمل. يعني شوف، إحنا إذا هنا قاعدين، إذا علمنا بأنه أكو عبوة ناسفة هنا وبعد دقيقة تنفجر، شنو نسوي؟ كلنا ننهزم من هنا. ليش؟ لأن هذا العلم علم حقيقي. لكن إذا واحد يقول أكو عبوة ناسفة هنا وما يقوم يطلع برا، هذا معناه أنه ما مصدق، هذا مو علم. لو كان مصدق كان يقوم يشرد، بس إذا لم يقم ولم يذهب معنى ذلك أنه لا يعتقد بذلك. هذا الشيء اللي عنده هذا الجهل مو علم. الشخص الذي حافظ المقدمات وحافظ الفقه والأصول وكذا، لكن يرتكب المحرمات ويخالف ما يعلمه، هذا مو عالم. لو كان عالم حقيقة يعتقد بالله ويعتقد باليوم الآخر، كان هذا علمه يسبب له العمل. فإذا لم يعمل معنى ذلك أنه مو عالم. فالمراد من إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العالم الحقيقي، مو جامع المعلومات. جامع المعلومات مو أكثر من كمبيوتر، زين، ما له قيمة، بل أسوأ من الكمبيوتر، لأن الكمبيوتر مو عاقل، جهاز ليس له حياة. هذا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذن إحنا عندما ندرس لازم نحاول أنه يكون عندنا حالة اليقين. إذا بالأحاديث أكو تركيز على اليقين. اليقين شنو هو؟ لأنه إحنا عندنا علم، عندنا قاطع، عندنا يقين، وألفاظ أخرى. اللغة العربية لغة دقيقة جدا، المعنى الواحد باعتبار الحالات المختلفة توضع له ألفاظ مختلفة. القاطع يعني أنت 100% تعتقد بشيء يمكن يكون خطأ، أنت قاطع، بس قطعك قد يكون في الواقع مو مصيب للواقع، وإنما هو خطأ أنت لا تعلم بأنه خطأ. أما اليقين شنو هو؟ أما العلم شنو هو؟ القطع المطابق للواقع. فإذا هذا العلم صار يقين، القطع المطابق للواقع المستتبع للعمل الأكيد، هذا يصير اليقين. واليقين هم درجات. عندنا إحنا حق اليقين وعندنا عين اليقين. شنو الفرق؟ أنت مرة تعلم بوجود نار وأن النار حارقة، هذا يقين، لأن علمك مطابق للواقع. مرة تشوف النار ومرة إيدك تحترق بالنار، كله يقين، بس بعض درجاته أشد باعتبار منشأ ذلك اليقين. هو كله 100%، بس منشأ ذاك اليقين قد يكون مجرد فكرة، وقد يكون نظر، وقد يكون إحساس، لمس. لذلك في الآية الشريفة: ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يوم القيامة بعينك تشوفها، الآن تسمع نار جهنم، والمؤمن متيقن أنه نار جهنم، بس يوم القيامة يصير عين اليقين، يشوفها بعينه، واللي يوقع بيها يصير حق اليقين بعد يلمسها ويحسها. فإذن إحنا عندما ندرس لازم تكون دراستنا مقدمة لليقين. يعني واحد هو لازم يحاول أن يوجد هذا اليقين في نفسه، لأن مقدمات اليقين اختيار الإنسان، ولو هو اليقين أو الشك هو أمر غير اختياري، لكن مقدماته اختيارية. فإذن إذا أنت شفت في الطالب، هذا الطالب هو متورع، أو هو الإنسان شاف في نفسه شوية أكو، على كل حال ميل، إذا ما أصلح هذا في المستقبل، إذا صار عالم وصار إلى درجة، لأن كل ما الزمان يمضي هذا الإعوجاج شنو يصير؟ يزداد أكثر ويبين أكثر. لذلك من المرحلة الأولى يحاول أنه هاي الحالة يصلحها في نفسه، هي أمر نفسي
وأيضا أمر عملي، لأنه بين العمل والنفس أكو ترابط، هذا حتى علم النفس الحديث أثبته. يعني تشوف فد واحد مريض في جسمه، هذا المريض يصاب بكآبة، خشن ربط الكآبة بالمرض الجسمي؟ لأن المرض الجسمي يأثر على روح الإنسان ونفسه. أو تشوف فد واحد عنده قلق، هو قلق مرض نفسي أو أمر نفسي، لكن هذا اللي في قلق فجأة يبتلى مثلا بمرض السكر، لأن هاي الحالة النفسية أثرت على جسم الإنسان. بالمعنويات هالشكل، أنت اليقين هاي حالة نفسية بس عملك يؤثر على هذا اليقين. يعني إذا واحد، والحمد لله أنتم في جوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يحاول كل يوم يزور الإمام عليه الصلاة والسلام، زيارة مو هالشكل، لا، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي بهذه الكيفية. أنتم شايفين بعض القرويين وبعض المعدان مثلا عندما يجي يخاطب العباس، صدق يخاطبه أنه كأنه واحد واقف قدامه يطلب منه شيء، يعني هالشكل حالة عندهم، لذلك حوائجهم أسرع تمشي، لأنه حقيقة عندما يتكلم يتكلم مع إنسان يعتبره حي، مثل ما واحد دا يحكي ويا الثاني. زين، إذا هاي الحالة هم ما موجودة فينا، واحد بالتدريج يعني يحاول هذه الزيارة، الأدعية. زين، والإنسان عنده متسع من الوقت، يعني حتى اللي واحد 24 ساعة مشغول بالدراسة عنده متسع من الوقت، دقائق يصرفها على الأمور المعنوية، على الأدعية، على قراءة القرآن، وخاصة قراءة القرآن. كل واحد إذا يقدر كل يوم يقرأ جزء من القرآن، قراءة جزء من القرآن إيش قد تأخذ من الوقت؟ ثلث ساعة أقصى، حتى نص ساعة، هذا النور. وبعدين الإنسان هذه المعاني اللي موجودة في القرآن يتدبر فيها، يتأمل فيها، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه. الحديث الشريف، القرآن عهد الله إلى الناس، فأقل تقدير كل يوم يقرأ 50 آية. ويمكن يعني الإنسان اللي كل شيء عنده وقت، بس عندما يجي الأمور المعنوية ما عنده وقت، بيصير هذا. فإذن حتى يكون العلم علم حقيقي يؤثر على العمل، الإنسان عليه أن يهذب نفسه، إذا شاف اعوجاج في نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، للآخرين يذكر أعذار بس هو يدري أنه هاي الأعذار مكذوبة. إذا شاف في نفسه خلل يحاول أن يصلح هذا الخلل، وأن يستفيد من الأجواء المعنوية خاصة في الزيارات، حتى الله سبحانه وتعالى يوفقه لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها